السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيو الله هذا الارتين وانيقو عبد حميد عبد الله وإذن كنسو دوينا فرقان وفرق وحقا آد ويارا علوس وايو وحا استوديو جينا نيروبي مرتيقو محمد عبدو بديدا وحاتن كهور يسو شرحي مدحوين انما ذا ودن كان سنت كان وطاقين هاي او ستيت هاوس كا ايو ربا انو معمولو كسو دو برنامج كان شكرا جزاك الله. هرت أقول مدني محمد عبدو بديدا. مركز إسوس شرح ذي مذا حوين إني ماذا ودن كان سنة كي لبكون يسدح يتوان كي. وقت جاس مجرين دولة ذهن مس كونتي غوفرمنتس ميسنجرين. هدي سديدا بيش سديدا أت كوجول استيد أولو على مساره مذا حوين إني ماذا ودن كان. إذا ما هن فرها بدن أو كسابسن حولها فرها بدن للنسان عيو أنا كويني أسوقت بين دولة ده وحن كوا ذا كونتي غوفرمنت ما حد قبل لهت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكا يا لو إن لفهمه في عن هرت مركور العقدة هي ما ملك هذا وحكاه الرجاء بناء دنكن وين قيمه سفهمه من آدم كهدو قيمه سفهمه وحي كلا أو كهوس يا معموله وفهمك راه إلهي سبحانه وتعالى أن أنت أني أنا أخرستي قرآنك أنكو أركي أما كتبه كلا أن فيري وحقو غالسا وإلهي أوسمي وحا أقو غالسا من آدم إلهي القرآن كوكشكي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر يعني مسؤوليد بني آدم كلهم يبي وانترناشنال مركب ديبك ماشي اللي حاوي بني آدم كان هدو قيمه سفهمي وايو وحكستو أدونك يالو كعندك بحير ندامك يا كهلاب بني آدم كا هداد في رصد حشي هداد سوقاتو إلهي وحو السمي ملائكته ملائكة ومخلوق أدو الشرف بضن وإلهي أنكو عسنين وشغوة نكسن قبتان تقفل بنو وقرن وحاكلوا إلهي سمي حولة وحاكلوا إلهي أسمي بن آدنك وحليلي ملائكة إلهي وحوسي عقلي لكن وحودي ذي شهوات باهي مقبطو ما أومان لب يددك ملها feelings كي desires كي شهوات كي على قاعدة حاله إلهي شهوات فسي لكن أخلي وها قاعدة بناء دن كان إلهي لا بد يبسكو قدره شهوات كي ملائكة اللود جيدينا بناء دن كوالسي أغلق حاله اللود جيدينا بناء دن كوالسي هذو بناء دن كان أغلق استعماله ومحو إلهي الربا فهمه ملائكة وقد ما ينشو ملائكة سو ككر مري هدي بناء دن كان والشهوات كيس كنترول وايو حبس وايو وعقل كيس استعمال وايو وقصد كيس فهم وايو حوله كحماني مركا قصد كا نيه حوله دامة قصد كا إن بناء دن كوحو يهلا تسوي قيمه يقايه مستواه له وقت رجلا إيه ما مل كيس إنتو اللي أجي هي شرفت أولي هي هل كاس إن لقسوا قلو سدوا تسلهات إن نبي الله داود عليه السلام يا إلهي بري إن أد بري بدن بواحد وحير إلهي وحن روا إن هذا جعلته ما يبي هو فيفريت إن هذا جعلته ومحبوب كذا عن نقدار روا مرك إلهي وحكيه لو حد سمي داوده إن أنا كنت جعل هذا داد دوني سو جعل كي قدت قلبي قاضي قلي سو كنت قلي محاسة بيا إلهي وحكيه لهذا وحن أطرق حسوسي وشي مقرد هذا مركا أن تذكر الله هذا النوع أما التلفزيون كله هذا النوع أما أوتاج نوع إن فلذين أغير نوشن ورسالة أدور على تي أما واحد أو أرك تي إلا مانت إن دهس ما بتري مكان ما هذي اللي غيره دبل أسبوع إيشاس بتري جلي ما غا قف بقوليها وأسبوع عن بقولش للمهاي بتري يا إجاه الله وي لوجهاس وقتي لسه مي إلا مانتا أتصعد بالله ذي ما قا كيلومتر أتكو صعتي شدال كشوف يا ولي كده
qofka kilidiisi ay shaqayn weysay meequu rafaadsan yahay ee dhayalaysi sameeyay ya soo fahmin marka nimadii ka ilaaha la ilowey qofkan wuxuu yahay iyo wax walba adduunkan yaalo wax ka qaalisan yaalisi marka shaqada aan leenahay waxa weeyo ina dadka xasuusino haddana dadkii umadan waa umad fiican wey sideedaba waa umad sida ay u badan tahay ilaahay khayr ugu tirgalay hadii wax yar oo dhaqaajin la helo loo sheego dadka dhaqsay dareemaan kristaanka hadda maalinta axad waxa la yiraahday kana istima aad kirtaan haddaad aadaan dhibba idin soo gaaray ma tagaan wadadaas waad iska seexan kartaa had kan kaniisadda aan aadayn hata wuxuu leeyahay kaniisadda ma aadi kartid gurigaada joog yani siba wax loo wax bay u fahmin marka dadka sidaas ee oo ilaahay u baahan oo ma garanay wareeray oo nolosha ku adkaatay haddii xaqiiqadii loo sheego oo jaanibka science-kana loo mariyo hadda masalan meel tima lagu jaranayaan tagay timihiyan jartay markaan bogay aan baxayay ya telefoon ii soo dhacay telefoonka markaan bogay message ay soo galay message-kii aan akhrinayay marka ninkii timaha jaray tima jarayay waxa uu yiri waa qofaa ku taagan oo rabaa in kursiga uu ku fariisto markaan istaagay aan haana qof dumar ah yaa rabaa in timaha uu jirto marka waxaan ku yiri wax yar waxaan rabaa inaan kula yara sheekaysto wax yar laba shay maxaa kalifay inaad timaha jirto maxaa la rag iyo dumar baan kalanahay kow saan u labisto waad arkaysaa adi maxaad jirkaada u banaysay waxay dhahday dhaqankiyaa saas noqday marka waxaan ka hadalnay dhiigga si u wareego the veins oo dhiigga wado yaan ka hadalnay ragga iyo dumarka si ay ku kala duwan yihiin waxaa kaloo ka hadalnay maqaarka dermatology marka waxay dareentay dumarka haddii ay dumarka maqaarkooda wuxuu jilacsan yahay 25 jeer 25 times waxaana jira radioactive materials oo harmful eh oo dhibaaya jirka dhibaaya marka waxay u tiri waan soo baari she is doing masters in Nairobi University soo baari waa tagtay soo baartay message ay soo dirtay waxay dhahday waxaan rabaa in jirkeyga wax daboolayo aad ii raadiso waa xijaabkii suba fahmin marka siduu ilaahay rabo waa garanaynaa siduu nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam u sheegayna waan garanaynaa annagoo science-kii ay dadka garanayaan soo marinaya yaa ka dhaadhicinayno qiimaha ay leeyihiin ee mastawaha ilaahay uu dhigay haddii arrintaas ku baraarugaan waxaa suurtooda in ay magaranaysaa badbaadiyaan wixii oo hoostooda imaanaya ama xoolaha ha noqdo ama shicibkii ha noqdo mas-uuliyadii way dareemayaan qofka meeshuu ka imaaday in loo sheego meeshay u maraysa in loo sheego meeshuu u socdo in loo sheego arrimahaas fiiri mudane maxamed cabduuba horta aan hal miyay kula tahay dowladda Jubilee uu hoggaanka u hayo Uhuru Kenyatta inay daacad ka tahay ka hortaga iyo dagaalka musuqmaasuqa anagoo doodeena ku fiirinayno arrimaha cilmaaniga aanan ku fiirinaynin arrimaha diinka diinta ama cilmaani jaanibka cilmaaniga ka soo baar ama diinta xaggeeda ka soo gala meel ay banaan tahay musuqmaasuq u banaan yahay malaha african culture ma ogolo kenyanka culture ma ogolo khaynuunka waddanka caalamka u yaalla ma ogolo is immoral ma fiicno marka Jubilee sideedaba qofka leaderka madaxda ah wax adiga uu qabiil ku siinaya ama aad lacag ku iibsanaysa ma waa wax ilaahay uu bixiyo leadership is inborn marka ninkan Uhuru Kenyatta mar buu mudavadi rabay inuu ku rajimaa mulka markii la dooranayay maxaa yeelay maxkamadda caalamka oo haysato iyo wixii markuu arkay wuxuu yiri nio naga daaya tulkiisa dhahay war haddaad maamulka wareejiso maadaama cadaawad iyaga iyo jalwada iyo waxyaalahaas iyo wax u dhameen historically ay jiraan meeshaan ugu baabinayna marka haddii qofka leaderka afrikaanka ee uu soo galo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala maamulkiisa leaderka laba sabab baa loo doortaa ilaaha bixiya laba sabab buu bixiyaa dadka in ay corrupt yihiin
dadka inay masuq iyo dulmi ay ku jiraan marka gacanti garaac leh in la keeno because dad xun ma daama ay yihiin leader xun loo keen hadii dadka dad fiican ay yihiin qof fiican loo keen marka asaga maamulka afrikaanka maamulka haduu leader ka qaato Uhuru Kenyatta oo kamid yahay ee saddex shay ay ka shaqeeyaan markay soo galaan sheygu u horeeyo lacagta ka baxday inay soo celiyaan sheyga labaadna maadaama dadka ay ilbaxi hayaan oo adduunku uu sii socdo electionka dambe dadka qaalib uu noqonay kunkii shil aad ku gadatay waqtiga hore ma garanay way ka duwanaynayaan hadda shan kun ay gaarayaan brokerkii wuxuu gaaray millions marka lacagtii haddana meesha lagu joogi lahaa in la helo midda saddexaadna waxay ka shaqeeyaan qofka potentialka oo karti leh oo hadhow aqli yeeli karo ummadda aqli celin karo asagana in la ciribtiro ay ka shaqeeyaan marka saddex sano markii la doortay wuxuu ku mashquulsanay maxkamaddii sidoo ugu baxsan lahaa maalintii la yiraahdo keeskaada waa yara dib dhigaynaana wuxuu galay in halay doorto marna ma ofiiska wax uu ka shaqeeyay ma laha waana la hadal Kenyaanka la hadalnay marka daacad kama aha eega laftooda ayaa aabihiisa meeshu business ka geeyay familyga iyo isaga ka qaaday Kenya buu muzeega business ka familyga u geeyay marka asaga shaqadiisa waxay noqotay inuu Kenya ka qaado business ki oo Afrika iyo caalamka ku xiro ya gaajaysan ya dhergay ya rafaadsan waxa shaqo kuma laha maba ka warhayba afiri mudane maxamed abduba hadii lagu soo doorto oo kursiga madaxweynenimada aad ku fariisatid oo afkaartaada loo arko in uu yahay inaad tahay madaxweyne maaragtay dhinaca diiniyan ama muslimnimo u janjeero qofka Kenyatiga jooga Bungoma aan muslim ahayn iyo qofka Turkana jooga aan muslim ahayn sideed maaragtay ula macaamili lahayd inaad ka saartid fikraddaas waayo inta badan idaacadaha faraha badan oo maaragtay laga soo wareysto waxa weeyaan xitaa debate-kii ama doodii aad la gashay Uhuru Kenyatta iyo maaragtay Raila Odinga inta badan afkaartaada waxaad ku waday dhinaca diiniyan ayay ka soo jeedeen marka sideed dadka haddii ay codkooda ku siiyaan sideed uga dhaadhicin doontaa inaad tahay madaxweyne isu keenaya Kenyatiga su'aal wanaagsan wey shalay waan la hadlay Citizen Television aan kala hadlay waxaan ku yidhi dagaalkan aad ku haysaan Kenya Ciise leh Maxamed malaha ee Nabi Maxamed Kenya uu idinka qabsanin Ciise haystaa aad leedihiin ka baxaan ku yidhi haye Nabi Ciise laba kun oo sano jiraa baan ku yidhi sheekadiisba waa laba kun oo sano Kristiyaanka aan u sheegay Nabi Maxamedna sheekadiisba waa 1400 oo sano Nabi Maxamed ee Nabi Ciise ba xagga dhigaa ku yidhi aan u soo noqono adduun binaadanana asalkayn intuu ah Bible-ku wuxuu sheegaa adduunka inuu 6000 oo sano u jiro iyo Bible-ku sheegaa science-ka radioactive decay wax la dhahaya yaa nin baa dhagax baare dhagax da'diisu baare wa science radioactive decay is just that everybody science ku garanaya dhagaxii wuxuu soo saaray in da'diisu u jiro 4 billion ilaa 200 million oo sano markaas uu cudur daar hoos ku qoray wuxuu yiri dhagaxan markaan baaray oo da'diisa aan soo saaray inuu 4 bilyan iyo 200 milyan oo sano u jiro waxaan markii uu yiri dhagax kale jajabay oo kan ka jajabay hoostiisa ku daatay suma fahmin yaani waad iga raali ahaanaysiino dhagaxan da'diisa way ka weyn tahay 4.2 billion years marka kuwa kalena way soo saareen oo adigu waxay gaarsiiyeen 5 bilyan ilaa 100 milyan oo sano inuu adduunka jiro ma fahmin marka ani waxaan ku yidhi labadan nabi aad isku haysaan bal xagga noo dhiga bina aadan yaa u horreeyo la sameeyey aadam aadam xal laga sameeyey ciidaas awood baa soo saartay oo siiradaas inaan baarna la rabaa islaantiisana
حابوي محل قسمي لف أبا مجوج ما أبا بل ماشي أنا كسب اللون شاب تجن لسكو هاي استو أنا يرحم وحان كلو نساعدين كرام كوري ساينس ساينس أنا نساعدين كرام مركا مركا أنا كلا هذلو بناء دنك قيمة أولية هي هي بناء دنك سيرة ديسا قف كان عداوة كوجرته ومسلم أمونا بابا أمونا دعاء سو ما فهمين إنه كوريكتو يفضل ده وهل شيء هو الرئيس مدى اللبات بناء دنك وحو أركا بس هذا لا نقم هذا تقف ويرتو أدمان تقدر وحق الله ده شو هذا الأتكبر ده شو وحما ما قلي كرم ورخصة ما حسوا سناي لكن هدي كوب شهاد سيسو كوب شهاد هذا سيسو أو لو يبري أتكم غنات أما تلا سنة أتكم غنات ما يقرن إيشا نينكي صورة داس كبرة وأما حس كبرة ما قرن كرم لكن نينكي كوب كشاه كسي ورنينكي لو جباتي كوب شاه إيشي أتكساس هرت إنا إكرام نوي سود وينيا سو بفهمين هدات كان عدان كي بودن كخبصة دي وبابي والله دريمي ولا شو قلت ولا غريدي كنيات أخبصة دي وكدرة ماي بأخبصة دي وكدرة مركا مال أي أعرانا إليه نحريس ير هداي هلان إنا يسو جيستان ويفضو ده نحريس ير هذا القبوبان ونحريس وطو نبان الله هدلي وحانك الله هدلي قيمة الإنسان بن آدن خيميس تدواتن إيسيديت سنو جنا مكامبوي ويقول لي تدواتن إيسيديت سنو أنجر ولي قيمة لاذا هاي لمده ولي قيمة لاذا هاي لمده أني هدى هدين مدحوين النغضوه maalmaha ugu horeeyo bish ugu horeeyso on office ka joogo sheyga aan sameynayo oo dadkan aad ay maskaxdoodu ay u bedelan maaragtay isu bedeli karto waxa kamid ah in aan mushaarid la bixinayo mushaar la bixiya nin jaamici oo jaamacad ka soo baxay 30 kun oo qaata 30000 nin kale oo jaamacad ka soo baxay 2 milyan oo qaata isla jaamacad ka soo baxay salaad dibay ofiska ku kulahan labada arurnimay kalaan waxay ka soo baxaan 12 ka saac soo ma fahmin marka ku waxaan system ki mushaari system raali ahow qof ba khadka ku jira raali ahow hallo assalamu alaykum hallo assalamu alaykum magaca xagee uu soo waceysa Hello. Salamu alaikum. Hello. Waqo maqla ya walaal. Salamu alaikum. Hello. Hello. Idin ko raali ah markaad hawada soo gashaan iska gaabiya televisionida. Ee wad mudane. En ko waxaan rabay inaan aan dhaxan ka dhigo. Mushaarka la bixinayo wadanka in uu ku baxo qofka cilmigiisa intuu leeyahay. Midalan aniga magister baan haystaa. Madaxweyne ku xigeenkayga wuxuu haystaa 7 magister iyo 2 PhD. Haddii cadaalad la baaro, yaa mushaar badanahay? Asagoo. Haddii nin askari ah oo boolis ah. Adigu raali ma ka ahaan lahayd madaxweyne ku xigeenkaaga inuu ka mushaar badnaado? Asaga iska dhaaf. Haye. هدي أسكري أسكري ها أو جراد أن لهين أو جغا أن لهين ها وآخر سكيسي هاي PhD ويقول مشاب بناني ما فهمت مركا علمي قنا واسد احنا formal, informal, non-formal قف سكول أن آذين أجرا وحوالا سي لو دور قرانا يو غاري سي لو كحي قرانا جامعة دماء آذين informally إي non-formally بو برتاي شو ما فهمين ايغن سيبان اقيمينينا marka cadaalad nooc asada imaado hada corruption masuqmaasuq maxaa keenay waxa arkayse qof mushaarkiis uu yeeshay 500 oo kun laadan shaqeynaya oo ka baxay oo rabay inuu MCA noqdo wad weydinaysa MCA ga 500 oo 500 kun buqata adigana 500 oo kun ba qaadata maxaa wuxuu leeyahay lacag buu maamulaayo inaan xadaan raba waxaanan raaci dheerba lacag badan ma isku jirtaa waxa ku jira marka horta mushaaridii hadii caadi laga dhigo oo qofka jigaarada xaqaayo magarad hadii akhriskiis uu sareeyo madaxweyna uu ka sareeyo meesha la isku bedeli lahayd taas waa number 1 ee adibna aadanka mid kale waxaan baari karnaa
قفك أنتو دلال كيسيه قبيلكم حرين every county قفك جوجو هذي دلنيرة أيهين هذي تمرأيهين هذي رجيهين إن ده تجاي كجران قرمات سكول كصوب هذي سنة كت كصوب هذي هذي opportunity job opportunity وصوب register رجيا في رنينا تدك 1993 سكول كصوب هاي ما قاضنينه هذي أي جوان 1990 سكول كصوب هاي وسيد اللوسو كله هري ما أنا شقكم منهن امتحانه لسه ماي مقالة كونتي كان امتحان لسمي عنقي وصو أهر رأي أفر بقول مكسو هلي عنقي كو حيقة أصدح بقول السقاشن وهلي وحضر كي ساقف اللبا بقول هايستو ووالد كيسنا اي ريح كران و انجينير اي بايلوت لغو ريحاية يقف أفر بقول مكس هايستو ووح ريح يجيرينو ميلها جو مركا كي انجينير نقول لهاي وحكا عنقبانا يمالها او متاتو كوندكتا بو نقضي كي متاتو كوندكتا نو هلي نوالر ريح انجينير بو نقضي مركي إنجنيير أو إبر إيه وأحمد ترايا هذا هذا ركتي جامعة هذه إنجنيير باي سو سارام وددي تشينيس على ساي وأنت نوقف أو graduation thousands and thousands and thousands أوقف ودد ما نسكران مع تشينيس كنتو كإيماني هذه حنون أي نقطة هذه لو يلا هذا مدح بيني أوكي وي صبرتين لكني أم experience كي أم أقنتي أم practical إني وحي أقبتان أيا كما كان ما حد وجه جواب لهت وحاجنا وحلا نهايو attachments iyo waxa jira wax la dhahay transitional period cunuga markuu class 8 ka soo baxo secondary intuu gaaray 6 bilood oo dhaysa 6daas bilood dawladda inay qaadato way qof 6 bilood iska taagan suuqa ilaa arkay lama rab wa in waqtigi mooy uu joogay cunuga markuu form 4 ka soo baxo jaamacadda waa laga reebi jiray waxa loo diri jiray NYS inuu training karo oo ma garanayso wax qaban kara exposure badan oo samee experience u leeyahay ala samee jiray discipline kiisa lagu dadaal jiray waxa laga ilaalin jiray qofkii inuu maalayaan ku soo baxo hadii secondary ay ka baxaan jaamacadana wali ay gaarin laba sano u dhaxaysa labada sano in laga shaqeeyo way haduu jaamacadii ka soo baxo intuu shaqo raadsanay dawladda inay qaadato way waa welfare waa qofkan in garab la siiya oo dawladda ay xil iska saarta suma fahmin caalamka maanta dad badan buu ilaahay subxaanahu wa ta'ala u furay khair badan u furay oo kenyaanka aad bay u akhristeen inuu madaxweyne mandela masalan mandela caalamku ku wareegay sacuudiga uu tagay oo la fariistay oo la hadlay oo heer South African hadduu idin imaado mushaarkiis intaas ha noqdo kan degree diploma go intaas ha noqdo asiga iyo boqorka wada fariisteen boqorkii markii dawladdiisu u sheegay kuuri South African saas halaal dhaqdo hana la ixtiraamo Kenyan graduate ee hadduu Carabaha tago waxa halaal dhaqmi qof aan aabi hooy lahayn $400 ma qaadanay $300 ma qaadanay South African hadduu imaadan gacanta lagu qaban marka madaxweynaha inuu xil iska saaro dadkiisu uu garanayo hadda midalan xunug ba form 4 dhameeyay inuu suuq galo wax raasado rawa ID card loo jeedi aniga waxa dawladdayda diyaar u tahay oo meelo badan ka sheegay markii form 4 cunugu soo galaayo in Kenya National Examination Council ay tagayso imtixaankii bisha 12aad uu qaadalay registration ay ku sameeyayso marka Kenya National Examination tagayso ya waxaan yiraahday ku ID-ga bixinayno inay tagaan kan passport-ka bixinayno inay tagaan oo ilmihii farax ka qaadaan oo ID ka qaadaan second term vetting waxay ku sameeyaan hadii ay waraaqada dhalashada aad laga qaado meesha aad ku dhalatay loo diri inaad leedahay inaad adeeg leh soo kala saari marka imtixaanku u fariistaan oo cunugan u dhameeyay living certificate waa in la siiya passport-kiisa ID-giisa waa in la siiya albaabka soo shaqay wad ka qaata magarad haddii waxaad arkaysaa qof MP ah oo ilaahan garanin marka wuxuu dareemay meeshii uu 9000 cod buu helay kii ku xigay oo la tartamay 8000 buu helay markuu soo galo dadka ID-ga u tagay wuxuu leeyahay reer hebel hadii application code aad aragtaan ha siinina okay limada lana wuxuu rabaa in la riid marba hadii tolkaasna ay dhalinyar u soo baxaan oo safartii hore kun uu ku qaatay ay 2000 oo dhalinyar la soo baxaan marka asigii ba ilmihi dilay ilmihi suuqaysay marahayaan shaqo meel laga rabaa ID keen shaqo inta laga rabaa intkeen passport jaamacada xukeel wax ma haysto wax u haysta mala booliski meel walbu taagan yahay wuxuu leeyahay ID keen war adaa ID ii diiday intee ka keen mudane aan kulli horta waqtigana uu nagu yiraahay laakiin Mheshimiwa Maxamed Abduba waxaan ku idinaa doorashadii aan soo dhaafnay waxaad heshay 2848 cod oo ka dhigmay 0.43% dadka maaragtay shacabka wadanka ku noolna waxay u qaateen qof maaragtay aan diyaar ahayn inaad ahayd
لكن حضرتن وحاول تونز الكوليشن عياد وده تاع أو كمدة Alliance for Real Change Party أو سو حاول حسب كده وليه ده هاي Roots Party of Kenya وليه Professor George Wajakoa أو كهيجان كاغا مشيمي عبدوبا داد با إلى إيه إلى حضرتن ولي كويشين لأين قفكي isu sharixi laha madaxweynenimada kowde oo mucaaradka ah su'aagta ma intaas har iyo habeen baad dad ma aragtay meeting iyo xaala badan lagu jira adigoo hal shakhsi ah oo sibatan hadana kad ka yimid meelaha lagu tilmaamo marginalized su'aagta ma ninka ragga inuu hawoodo meesha ay ku jirtaa laakiin ma waxaad ka wada laga yaaba August inaan helno Donald Trump kale oo si filan waa meesha ku soo galo مساء سكودا. إن هرتا ذاتك وحقف البوح وجراني. نجيل بقى. مركات أتوك تولد تشتوه فيني والعجرة أنا هستمعها كل سمية. جيل كشو كده. نين هوتيل كش قايم. مقاعد وش رنتا. العجرة وتا سيني على مركات وكبير هذا. هوتيل وش هذا كده. قف البوح ويقانو كل شيء. ذاتك ما أنتي جوجو. والدهل والد أوح لجورات سلا جراني. كرسي ما ضربتا وين طل هذا قبيل هذا قبيل وين أتكلم هذا وين العقل هذا شو ما فهمين وين تجرب بدل أتسوه هاي شيء وحاسة كذا داس وسنة الله حدات قاعد جيسن تاي سنة دوا عن إنه أنتو أنتو حدين ما قرن يسأ أذ حنوم ستو سنة دوا إنه دواء أذ رات ستو حدين ما قرن يسأ الموضوع بهانتو إنه قول سنة الله وح الباب بدل نجرا أولي له قدرة الله هذه وش اللي جربي oo wadadaas loo maraayo xaq ah miis ka saar ilaahay inuu had ku tiraada ilaahay oo umadii halkanay maraysa suba fahmin in hadal yar oo iga soo baxo umadii inuu ku fidlaado magaran ee ilaahay nasibey xaaladaha aan ku suganay ilaahay u taliya xaalad walba ilaahay u taliya midalan suratul bakhara markii nabi ilaahi laga hadlayay bani israa'il aydan baa la dhibe dhulkii laga qaatay ilmihii laga laayay gabdhii baa lagu xumeeyay markuu waa dagaalamayna jihadanaade marka ilaahay dadaalkaada inuu qaato qabiilkaada ma fiirinay suuradaada ma fiirinay midkaada ma fiirinay okay todobaatan kun oo qof ya soo baxday oo waxay raadeen waa dagaalamayna jihadki salaad la tukanay ma aha jihad bari horan hadii hadda fuuli kasta dagaalama kar maxay ilaahay adoo ka warhaynina habeenki suraalkaada la xadi ما فهم بري يروح على ليجير بنانك أسوق إيمانه فلان أسوق إيمانه مركي اللي يسوق ماذا حد أنا ولي الصوب حال يسوق لينجير ولا سمينجير سيف الوطا هذه قفة زهر تاجن ماشي سيف دقة خير إلهي وحك استأت سمين يسوق إنه كاع قلاده وإنه جود هذا بارع ما هو جود هذا كجرا ده تكي لما امتحان بالسي تدبات تم كن وقفوي لما امتحان بالسي امتحان كوه رأيه جلاس بي أنا من كل شهر كرتين أنا قو إلهي يا جلاس بي من كل ساري كرتين ذات وز فست اكزامينيشن او محلوي له عيدن كي او رخده اي كلو شاي لوغينا او سعودو يا وحلوي بي ان كور ايمان دونو عيدن كو ابادوليه با كوير بي ان كور ايمان دونو وحلي امري ان هذا عبد ددكين حالات با هيسايو اون با هيا حرات با هيا يا سو فستي marka امتحانك وهوي ادي الهه كو سمي حالات اد كو سغنت هين الهه اوتليا او فيرسون marka ya xaaladan ilaah u celinaya oo dhahay ilaah ma dhahay xaaladda aad ku sugan tahay biyahaas ka leexo biyaha ilaahin xaaladda oonka inuu qaado biyo uu ku qaadi kara biyo badan uu ku qaadi kara biyo uu ku qaadi kara biyo aan uu qaadi kara amra lagu si waa imtixaan wey gudaha la barahay marka markay yaabeen oo hadal badan uu maro gulunac uu imaaday ya waxa la yiri badan biyaha markaad martaan waxa la ogeey sacab inaad gacanta ku qaadakan kali khalas dadkii ilaahay tala saarto biyah ka wareegay way ka badeen wayna dhaqaaqeen xaaladoodan ilaahay waa qaaday dadkii ilaah aan fahmin oo biyi fahmay inta ay biyaha dul fariisteen oo ay abbahayaan iyay xaaladoodo si adkaatay waana laga tagay ciidanka Soomaaliyeen kuwii guuleystay oo biyo ay ilaahay kala saaray maanta dad badan ku shilin ilaah kala saari la dad badan qabiil ilaah kala saari la dad badan ma garanaysa caruurtooda ilaah kala saari la أو ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله جاريس وإله كجعله هذه دن أي سوق الشمال فوق بؤ صفري مزاج كله ما أذكره
المهم أنت ماشي الجسوي ذي عيدن كي أو تدواتن كون إيه امتحان كهرباء كده عين ده بقى كده عواير عن صناعي ذيك مركب يتجين عدو جيا كهرباء ما ذي بقول كون إيه أو فرص وتو هو بيجي سنة قميص بريد وتو ماشي مركب مركب بدك امتحان كهرباء كقول إيش تو هيدا ذي ورني هو المهنة أو ما كده يقربين ما حلا ما تدي قالك وات أرد قاضي وات تجين عيدن كا يبدي يس سامي ودن كلمة قاضي كرو قبيل كان ساب بدن كذا بدن guusha kuma xirno tira kuma xirno guusha kuma xirno kharaj kuma xirno guushu waxay ku xirantahay qashinka qalbigaada ku jira inaad saarto ilaahayga umadan sameysti oo jacal oo wanaag la doonaayna aad kaashato wixii wadanka uu ka rabana miiska aad saarto aad xaqdo meesha saad istaageysa laba hadal la dhahaysa inuu ilaahay ku barakeeyo laga yaabo fiiri aan ciidanka waxa soo heeray 300 haye 300 la taagan waxay hor taagan yihiin waa بقولكم مركز السد هذه بقول إصلاح لنا وحير هذه ورميسن سورتوين أيضا ير إنه كقال من نقطة أيضا بضن 300 against 100,000 لكن وحير عيان بإذن الله جذوه هذا مركز صحيح هاي عرب كذا صحيح هاي فعل كيكون دقاقين يكون دقاقين إله وكحرين هاي قدر ديسا ويقول استن أو عنو يربع ماضي أيضا كل السعودية أما كذلك كم ماضي نجح بوقاضي aydan ki ninki wati wuu ku tuuray ay miga suxun u dhintay dadkii kalena waxay yiraahdeen ninka si loo galay anaa la gali waa tagen meesha kuma xirno fiir aan weeshimiyo waxaan ku idina ololahan doorashada sanadkan hadda ka hor ma isku dayday inaad siyaasiinta qaar aad la hadashid si watan ku mucaaradka bil madala naasa ma kulug lahayd adigu naasa haddad maqasho oo ana sibi haye أنا فكري وحان أركي داد كان سادا إسو وضان إن ولي ظلمي إسيس عندن هادي شان سنة أهورو يروتو أي كدر سادا سو ما فهمين وضان كان حالة ديسا و وح إلاعون إن لوايا لغايا با إلماهين إنا كن نقونا كركر سنو وفيرسو مركو وحان أتغي مدافادي كورغي سانو أتغي وفريسيني وحان إليهم waxaa lagu xantaa golden bag inaad adeer lacagta laqday marka tuug ma tahay ama warkaad cadeey wuxuu yiri lacagta markii la boobay qofka qeyliyo afka furtay ana ahay buu qofka soo saaro shaac ka qaaday ana ahay buu waan raadin kartaa buu marka taas waxaan ku yiri arabkaadasan kugu xukuma wadankan seed u aragtaa wadanka wuxuu yiri gacanta ka baxaya maxaan sameeyna maxaa adi talaahaysa buu yiri تلا وحنا هاي من كويري، أكورو أكوت أنا كناي، باول ميتي أنا كناي، شاري تينجيلو أنا كناي، ماسا كروان أنا كناي، أولكيابي أنا كناي، أنا كلوا جوجا، أديكا رايلا كن، كيديون موين كن، روتو أو بوميت هن كن، سو فهمين؟ أنفريشن، ويت ويتانغولا أنا لحلة، شن جير بالتلفون واسوس أودا، لايكوس هو إيمانو، إنت هو إيمانو. marka waxa ugu yiri Hillary Clinton xaflad ay qabaneysho yaan u socdaa isbuuc dhamaan soo noqoni adiga dadkaada diyaari aniga dadkayga waa diyaarina halkan isku imaaneena fadhigaas ana qaaday isbuuc ayaa dhamaaday telefoon u diray ma qabanay isbuuc kala markaas waxaan arkay mudavadi dadkii way isku keenay haye u fiirso haye markaan meeshii fadhinay yu i wareystay waxa ugu yiri maxamedow أنا أحد اللبان هايبري، ده بدنا يسكن دهنا. يا مدحوين إنه قنا أحد ويسي فكني، أنا أديب الله ده إسوار السنة، يا اللبان مدحوين كوكو حبون. وحنقول رشان يا دجنينا، شنقة دجنين حوي، قف كأنه مدحوين إنه قضاه، وإن population ده كcounty كنول كره قاتي، هداي بقول كن مثلاً أي كره قاتي 25% وإن بقول كله تنشان وإنك كنتها. لواتن إيشن كونتي إن لواتن إيشن بسنت أتك كنتوي بقول كي لواتن إيشن أتك كنت مركا أديكا كونتي هذا هايش إن صدق ولواتن إيشن بقول كي أتك كم كرت أنا كن إنت إن صدقه بس إذا صدق هقول أفهمه ذهيجا ككميجا إيو بنجوما بسيا وكو درسن كرابير أنا ما هقولي إيشيلو مرسبت وجير مانديرا غاريسا تانريفا كيليفي لامو كوالي مومباسا Nairobi ka kamegan oo kula hastaaban guri 480 dadkeena u badan marka meeshii wuxuu dareemay strategy aan soo wado
إن دد بدن ألاقي دون. Okay. مركو حو إسكت دادعي أقلي ووقاتي فكرتي ووقاتي لكن متميري كدم بيس يوميري. مر أو أي أفرت هذا يسوي مادين كيلونز كيلونز ومسيوكا يو رايلا يو وتانغولا يو مدافادي وتانغولا سدوا سكوا إيماننا ويده ما دام فكر كي ومدافادي وجي وكعبسدي وجي عبسدي تلو وجي عبسدي مركم مر بو إيقابت مدافادي مركم سيرن نيروبيا سجل هيا أرنتي أن كو كاني حاول أرتان كله مركم سيقول يرنيها I was overwhelmed يعني فرحتي أقبضتي وحسب أيان وير حد مقالا سجل هيا يسوي إيمانه أنتي كوجي ما هذا مركان صدق هذا أنا كوشي يقول ما يشتري كوجي ماني هم إيمان بومس إسكو قط تجين بومس مركان إسكو قط تجين ويجيري وير محمد وماش أنا أنفر إيرهيل كرسي أنكو ده جاي ماو أقولي شاكو ناسا ما سميس ناسا بابوي تونزا بانسوي يعني بير تونزا وحنا كلا قعدنا لين سيد عادة كوجي ما هذا سخاب درن وضو بقتهم كوجي أن فير مشيمي وحاجة وقتك أي ناسا محينين أن dadka qaar waxay kugu tilmaamaan inaad tahay kulli waxa weey eedeemo weeyaan inaad tahay qof fursad ka faa'iideysanayo oo af Ingiriisiga loo yaqaan opportunist oo leeyahay ninkan waxa weey publicity gaas inuu caan baxo umbu maaragtay umbeedan ugu jirta koode taas ma ka dhigi lahayd ta kale si gaaban أفرتي سنو أن صور دافني حاجيكو مقنات وايو شعب كان إنتو هذا بدنو حيس ويدينا نينكن محلو أركاء ونمركي كامبين كمركو بلامو بل إنو سوكو بلا بدن جواب نينكن كامبين كمركو غير محلو أركاء مدي هرو حس بيغا إن ساتفكت كاليسيو انتليجنس كي إغداهي دولة دا إغداهيس أنيغو فول ساتفكت كي ودنين محلي كري وإلي قول مركي ساتفكت كي إسيان لابا بلودا كدينت حدا مخو افرسن او اموسناي تلفزيون كا هدي ادان لوو اركين وا اموستي تاس وا قلدان واركا سو واخ ولبو هادلنا مساجيدان كا هادلنا ارديدان لا هادلنا جامعادان كا هادلنا وا وسونا عيدي نو باهتو ميديا جي نو باهدان مانينتو نال هادلونا اركا سدا حدا تليفون اي سو ديرتي ولالو منو ايمان كرتا وا كو ايمان حدا ماني ولبو نو ايمان ودهدو وا كو ايمان لاي سو فهم ميد كلا sidaan ku sheegay markuu qofka afrikaanka ee jagada qaato wuxuu aad isku dayaa qofka ka hor iimaani karo inuu xumaan ku sameeyo marka strategy la isku ilaalinay way dadkan banaanka inaad ka marto magacaada inay halayaan wax isku day shaqo badan ay igu yireen aan fariisana ma qaadan kari maxay eedeen badan ka iimaan leh isla fariisana hadii opportunist aan ahay oo danaysh aan ahay oo dantayda aan wato CDF oo 22 bilyan ah yaa 3 bilyan ka dhufan lahay waana eegan saasay ku deen ماشي بوبا كيه لكن رالي اهو امين ورجيسيا ذا انت قار وحيد اهو وحيد اهان شقاداس ولا جا جوجي هادوكو ما حكا ليه كرتا شقاداس ها انيقو هادان ربو ها من قادن له اوكي ماذا حوينها وراغ دو خوري هلوير اوفيس كقل ها وحان كويل هدي او لابا بقول ايساقاشن حليبان يا انيقا ان مامل كوضا قادي ايقانا وادد كلاس كاس بيه اه waxay dhahayaan waa 10 milyan marka qofkii loo keenay lahay oo ogolaan lahay anigu waa adiga marka hadii uu ay keeno aan baaro aan ogaado in meesha ay sax aheen aan diido am baarlamaanka nitkana furnaayo oo waxan jirin ay sheegay marka waxaan ku yiri aniga shaqadan intaanan gelin nidaamka aan ku shaqeyn lahay aan ku heshin hadduu inaan hebel jiidi iyo way ay iyo waxa hadalkii oo lama rab hadda aan ku shaqeyno hadii xaq la rabo waan sameeynaa hadii ay tahay bob adigana eegan haboobaan hay iska dhaxdo aan ma gelin soo fahmin mid kale hadda oo aan magaranaysa xisbigeen aan ordahayo dad badan ay imaade hooyadii oo tadaa jirsi sana jirtaa loo imaade waxa lagu yiraahday yarkii noo raadi aniga anoo joogo Turkana bali yar waxa lagu yiraa maxamed oo 100 milyan iyo jagaal lagu hayo magarad waxaan ku yiraahday dantayda ma qasadka aan leeyahay ana garanay waxa ay imaaday xilibanada ka imaaday pastoralistka waa 130 waxa ay yiraahday maxamed oo 130 ka in xisbigaadan kaleena alliance for real change ee ku istaageena madaxweynimada aad raadinaysa jooji aan uhuru awsho marka xisbigi hadii 130 xiliban uu soo galo nominated senator waad heli nominated MP na
وهذهلي هذه هدارة النخو هدارة تتكلم شيء لعك قاضو مركا حسبي كره إنه قاضو ورخصت كي يساس معه سو ما فهمين تدكوا هاي دهان قارا دهان نينك مسلم كورا بينو كره مسلم كلك كلكيو مسلم إذا أنتو كم بدي سني هاي أنكو كلكيني ما لا يكون هشيان أو يكون مدوين أو يدنتوا دخو تان مجرى أنا مسلم كي من نبدي سبحانه أركا بروكاري مسلم كي تان حابينه قلادنا أنك قدرنا مايا تان أنك قدرنا مرة رايلا بالك قدي وحيك سورة عنو وين مركي باكي باكي قدن وحيك زو بروكري واركا أنا كا مسلم اللي كلجي كدافع كينيا أردن يهان حديث النبي يسقو وكان مركي لقاها اللي مدحويني مول بودن كان إسبيتال هذا كوير ودن كان دخاترتي واسكجت كان وحيرو الدواء لقى حدا مجرنا سدتك وبدني هاي مركي مدحويني هدا نقطان محادثة مين إنسان أو نك هيلثي عافيمات كي مركي قفل بودن توليه الشيء وح سمعنا هاي استراتيجيز أنا وح كويري هدا مدحويني النقطة حالات عذر نواجهتها هذا دورناية حالات عافيمات هنا نواجهتها هدا مدحويني النقطة عذر باب جيسوا حرينا عافيمات كينا تامة سيكون عكرتها لما شيء بان سبعين نبى كويري مد ويو حداد جاجد در أنت كل حبة ذو حونيسا هلا قرعته هلا قديه هلا عشيو وحق وجيري ويا ذا إزدلي مركل لبعض برينسيبل كل بعض من مركي جاجد كوكبته در أنتو أو عنتدي أدميس صارتو ثلث صد حمل علىش بيات قاب كشوف نيسا قابنا وحد كشوف نيسا واحد ديرك وبهني هذا صومالي ذا عن جراء عنان كبوهيرد توي وقاليك صار بيع عنان وكبوهيرد باستيع عنان وكبوهيرد بريسي عنان أنا كصومالي ذا ندم كائن ما دام نوتريشن إجرينين علىو شيء بهالك استتعلم ده كي واحد جرك هل ميل واي مركب نارك جوجان وحكوير مدحينه هذا النقطة كبر نين لقون نكاح هاي ملها إلا نوتريشن أيك صبرته سيد نين كذا الله إلهي ثلث نوهان ده هني هوديوي هوديوي أري غاز إقonomist واي قاتن وحير هذين هذا لقون نقطة لعقب ذا نود نكون سهريش قارن وحير هذين دخاتير وحير هذين وح كفي عن ملها سوشيولوجيست وحير هذين وهذا ينوقف عن ذي ودون والبلاغ هذي أنا مدي النبي محمد عليه أنا مدي إلهه عاد ذكر إلهي النبي محمد وين عبيني مرة واحد شوف في دينك مسلم كيا بدينك على الرأي لكنه أسوأ قاضي ويرقاب وقاتل مركا أنا جا أبتشونيست مي أبتشونيست هذا أنا هاي توك أنا هاي وعبد الله سكوك سلها أفن مدنى واتاق أنت هاي جيد ناس قف كي مجابان قف كون قلبا مدحينا هدرت الكرسي قف اليوم يا إسلام هاي الله إله كان بالجيا بإنو ديدي ديك كانوا شاكدا ناس بديش الغيابة محل دتك ودالني بين ولو دالي لأن أكيد ما ذي مرانجا حيقول نيه هل مليون إلا ببقول أو كون أو دلني رأي أو مقرن إيشا سنترال كي ما ذي إيه أضياء شيء صورت هاجن وحير هذين كباقي السوق لي وكده وحنا هالملا شغل أنا لنا وعرفنا وهرو هذا ذن القاضي هذين قبيلا كل مني هذا وحن في رسالنا ماشي دنتين أقول جد هذي بوليسي قوتنا كونه هجاجو أو مقرن إيشا أنا ولا أنا دنتين هجاجيسا لكن قبيلا بنا جحرا بلن يرد هذا بنا وبنان كسي تاجني دمركي هذي علاش والبقوا إماده dumar kiya culays lagu tago hadii culad ay dhacdo hadii abaar dhacdo hadii biye la waayo iyagaas oo noon ilmihi iyo culayski lagu tago dumarkii naf bay joogan dhalinyaradii naf bay joogan hadii ilaahay xaq uu naga keeno na waafaji hadalkayna ogolaado ani campaign weyn waxaan arkaa campaignka ugu weyn in ilaahay aad ka dhaadheeso tirahdo ilaahay sida aad damacsantay umadan hadaa jacaylshahay oo khayr aad la rabto suba fahmin oo sidii ay ku hagaagi lahayn na waafaji maamulku inuu nagu soo wareejiyo hadduu ilaahay naxam dhaho waxaan kala iska fududahay ha marka waxaan u arkaa uhuru iyo midka ay naasa soo qaadan doonto dhidid badan ina ka keen doono okay adiga ina dhidid badan ka keen doonto adigu yaad ka baqaysaa wallahi may ilaahay baad ka baqaysaa oo gaaytaas laakiin yaad ka baqaysaa ani waxaan ka baqayay in ay corruption ay sabayaan hadda midalan qoladan kala oo kambuniyal badan baa wax rab inay la yira qabtaan oo hawadaas in lagu xado تكنولوجيا الواحد مركب كان هذا حكود دلال هيا إن على حدين ما دام كرسي وكفر ليه كان وكان لجوهر ما ذي وحلقود ده قرب لصيو مركب الباب بدي وحلقود حذر لهيا ورنب إيجاس أنت إيرين هاي حير دونا من وين يدعي كرتان من وين يدعي كرتان قدرة الله وين يدعي كرتان هدي كان للسوق عاتو كان للسوق عاتو وسيدي سيتوتي عين عضو سيتوتي أسوق سودكي سحرن يا 12 دقيقة إشلانتي سكرموس
toban daqiiqo gudaheeda gudaheeda si la hantiisa garan wayso marka qaar ilaahay laftiisa mar buu full stop magarad marka waxaan in ilaahay uu qudradiisa si wax ku noqdaan oo wariyaa taagan yaa soo heeri la dhaha laga yaabo albaabada dhanba inay xirna is xiraan keyga kale oo soo heerna waa laga yaaba marka meesha qudratullah kama bixinayno sunnadiina kama bixinayno dadkiiba badalano bedel rabo eedana kama bixinayno boqol iyo soddon kan aad sheegaysid oo ka socdo beesha Soomaaliyeed ama meelaha ay ka imaadaan xoolo dhaqtada ay iskugu yimaadeen maxaad uga dhaadhicin weysay culayska ma culays miyaad u aragtay inaad ka dhaadhicisid war anaa xoolo dhaqato idinkiina camal ah anigu ma itaageertaan taas ma heli weysay nin islaantaada rabo gabadhaada kuma karaysid cajiib ayaga waxay rabaan xisbigii kala ayay ka cabsadeen in ay positionka waayaan number 1 number 2 maadaama ay dawladdii u arkayso in masaakiintii aan dhex socdo la hadlayo waxay u arkeen magaranaysa in ay dhahan madaxweynaha ku dhahan diida aan soo qabanay diida ku hayna brokeri fiican bay u noqonayd macaash fiican bay ku dhufalay saas bay arkay laakiin dadnimo isku arkin in badan aan tashanay markay ay imaadeen waxaan ku yiri saddex bari kadib isku imaano wax walba la igu soo tuuro istikhaara iyo shuruud ka la tashataa ilaahayna wala tashataa aan ugu dambeyntii kole waqtiga ayaa noo saameynin kamaradada wataas dadweynaha Kenya waxaad u sheegi lahayd iyo sidaad u maamul lahayd iyo waxaad ka codsanaysid si kooban bismillaahir rahmaan rahiim waxaan dadka ka codsanahay number 1 ilaahay wuxuu soo diray rusul nabiga u dambeeyay nabi maxamed weey wuxuu sheegay nolosha in ay adkaani doonto qiyaamaha inta lagu sii dhawaado shalay iyo maanta waxa adag maanta iyo bari nolosha waxa adag tahay bari inta aan sii socono oo adduunka oo dabayaaqad yahay yaa magaranaysa nolosha adkaanaysa markii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ma yantiqu ani alhawa in huwa illa wahyu yuha iskama hadlo markii la wareystoo lagu yiri haddii waqtigaas aan gaarno seen ku noolaanaa nabi maxamed wuxuu yiri quraanka iyo sunnada qaata adu calayha binawaajid haddii labadaas aad haysataan idinka maqaalima noqonaya labada isqabto qofka shaqsigeen uu nolol buu raadinaya noloshan waxay ku xiran tahay labadaas faamiliga aabba iyo hooyo caruurtii aabba odo ma aragta mas-uulka ah haddii aabba quraan iyo sunno uu ka tago ciddaas way rafaadi tolkii waxa oday oo ma aragta maamula odayaal haddii odayaashaas quraanka iyo sunnada ay ka tagaan tolku rafaadi magaalada iyo magaalo walba cidda maamulayso haday quraan iyo sunno ka tagto way ku rafaadeysa wadankii qofa maamulahaaya ama dadka maamulaha haday quraan iyo sunno ay ka tagaan way rafaadayaan inna allaha la yastahi min alhaq ila haqqika man shoodo waqtigayna aan dhuminin hadii aan fahmi wayno wixii ilaahay uu naga rabo laba shay dhacayso annaga in diintii iyo nolosha inagu adkaato dadkii soo hanuuni lahayna albaabkii hidaayada uu ka xirmo yaa dhacayso ani waxaan idinku dardaarminayaa diinta aan u soo noqono diinta aan baranno wax kastoo xalaal ah waa wax idan noogu jiraan wax kastoo xaaraan ah waa wax dhibkooda uu dheeftooda ka badan yahay waqtiga aan dhuminin caruurtayn aan ka dhuminin nabi maxamed dardaarinkiisu wuxuu ahay ilaahu qofkii diintan u gargaaro u gargaar adigaasaa lagu nusraynaya caruurtaada loo nusraynaya toddoba faco kaa dambayso haddaad xaqa u istaagto lagu nusraynaya maanta runta aan usu sheegno calooshaynan xagga aan dhigno ilaahay aan ka xishoonno uhuuru haddaan dooranno intuu nageyn haddaan raila dooranno intuu nageyn eegaaba rafaadsan suma fahmin tiisa daryeelaadku kala looga daraaye aan ilaahay xaggiisa usoo noqonno hooshan aan isla qabanno naftayna aan badbaadinno tawbaa la doonahay in ilaahay u tawba keenno haddaan annaga laftayna badbaadin ilaahay usoo noqonno hooyo inta ay caruurteeda jeceshahay ka daran buu ilaahayna jecel mahadsanid kaasi waa ninka u loltamaayo madaxweynenimada waddankan inuu the house on the hill ama guriga buurta saaran inuu fariisto ayuu iska dhaadhiciyey waa anigoo cabdi axmed cabdulaahi oo idin leeyahay daawasho wacan RTN la soco